السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري. وإذا كنتوا لأول مرة تشوفوا القناة انضموا لنا باش تكبر عائلة المطبخ الجزائري. في الفيديو تاع اليوم جبت لكم عجينة راح نديرها غير بالزيت، مانيش راح نستعمل فيها الزبدة، وراح نخرج منها عدة أنواع من الحلويات. المقادير اللي نحتاجوها كالآتي: كاس إلا صبع سكر ناعم، كاس نشا، كاس إلا صبع زيت. هذا الزيت راني خرجت درك الكاس من الكونجيلاتور، لازم يكون بارد مليح. نفس الشيء للبيضة، نحتاجو بيضة كاملة ونصف بيضة لهنا. نفس الشيء لازم تكون باردة، ما تكونش سخونة بدرجة حرارة الغرفة. مبشور ليمونة ما يعادل ملعقة صغيرة، ملعقة فانيليا، كيس خميرة كيميائية ما يعادل 10 غرامات، ورشة تاع ملح. نبداو بطريقة التحضير. بسم الله، نحط كل المكونات على جنب لهنا ديما باش تساعدنا في الخدمة، نوسع في البلون طرافاي تاعي ونبداو على بركة الله. لهنا في ريسيبيون بسم الله نحطو كمية البيض اللي قلنا بيضة ونصف. لهنا تقدروا تستعملوا حتى زوج بيضات، كي متحبوش تستعملوا نصف بيضة. نضيف عليها كمية سكر ناعم ونضرب كل المكونات بالباتور. نضيفوا الرشة تاع الملح. ديما في الحلويات اللي تديروا فيها الزيت ماذا بيكم تستعملوا رشة تاع ملح. لهنا نضيف كمية الزيت اللي قلت لكم لازم يكون من الكونجيلاتور مخرجينه بارد، ونضيفوه تدريجيا. في هذه المرحلة بعد ما تحطوا الدفعة الأولى تاع الزيت نحطوا كمية مبشور الليمون لهنا راح يعطيها مذاق رائع، ونزيد نضيف الكمية الثانية تاع الزيت ونضرب بالباتور. نزيد نضيف الكمية الأخيرة تاع الزيت. بعد ما نضربوا الزيت مليح بالباتور لازم تحصلوا على النتيجة هذه. شوفوا القوام تاعو لهنا راهو انسجم الزيت مليح وضربته بالباتور مدة ربع ساعة. لازم تتأكدوا مليح انه انسجم، هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه. اللي ما عندهاش الباتور تقدر تستعمل فوي، بس راح يديلها شوية من الوقت والجهد. في هذه المرحلة نضيف كمية الفاني اللي قلنا ملعقة صغيرة تكون مليانة شوية. لهنا ديما المواد الجافة لازم تغربلوها. نضيفوا كمية النشا اللي قلنا كاس نغربل، هذوكم الحبيبات هما اللي يفسدوا لكم الكاطو تاعكم ما يجيش مليح. نضيف كميه الفرينه ديما نغربلوها. نضيفوا كميه الخميره الكيميائيه اللي قلنا ما يعادل 10 غرامات. لهنا نغربل مليح ونبدا نحرك حتى تتلم عندي عجينه تكون متماسكه وما تكونش طريه بزاف وما تكونش متماسكه. لهنا الكميه تاع الفرينه ما تقيدوش بالكميه اللي مديتها لكم، لازم نحطوا الكميه تاع الفرينه على دفعات. لهنا باش نتاكدوا انها تجي الكميه تاع الفرينه سوا سوا، خاطرش كي نحطوا كميه كبيره الباك راح يشف الكاطو تاعنا والعجينه، والباك يجي الكاطو تاعنا يابس وما يتكلش. لهنا الفرينه راهي تلعب دور كبير في الحلويات، واختاروا نوعيه تكون جيده. لهنا راهي بدات تتلم بصح راهي مازالت مخصوصه الفرينه. شوفوا كي نهز فيها مازالت تتلاصق. راح نزيد نضيف كميه اخرى من الفرينه، وديما نحط كميه قليله ونحرك ونشوف. بلا ما نوصيكم لازم تغربلوا مليح ونبقى نجمع فيها حتى نحصل على عجينه تكون متماسكه. هذا هو القوام تاع العجينه، شوفوا تكون طريه وما تيبسوهاش بزاف. لهنا الموديل الاول حبيته يكون في السيليكون، ندير كويره نحطها في هذا الطابق. لهنا مانيش راح نحط كميه كبيره تاع العجين، خاطرش بلا ما ننساو انه العجينه فيها الخميره. حندير لهنا نصف، شوفوا، ونخلي لهنا هذه مع تزيد تطلع تجينا الحبه قد قد. لهنا راني غير باش نعطيكم افكار، وانتم باقي هزوا الفكره تاعي وضيفوا واش تحبوا تضيفوا. لهنا العجينه هذه راهي تجي خفيفه بزاف، شوفوا الباكة مع الديكور راح تتبدل العجينة نضغط مليح. نكمل نشكل كامل الكمية اللي نحتاجها ونحطها في الفرن الطيب. هذا فيما يخص النوع الأول، كي يكمل يطيب درك نوريلكم طريقة التزيين تاعو. فيما يخص النوع الثاني حبيت ندير قنادلات، هذوما الصواني راهم متوفرين في الأسواق. هزوا كمية من العجين ونبداو نشكلوها بالطريقة هذه، غير ديروها شوية رقيقة خاطرش راني دايرة في العجينة الخميرة. نكملو نشكلوهم ونفس الشيء نحطوهم في الفرن يطيب. دركا كملنا النوع الاول والنوع الثاني، راح نمر باقي الانواع. لهنا فوق البلون طرافاي حليت كيس بلاستيكي، واللي عندها اداه تاع السيليكون تقدر تستعمل اداه تاع السيليكون. نرش مليح بالفرينه. لهنا هذا الكيس بلاستيكي راح يساعدكم بزاف في الخدمه. نزيد نرشها من فوق بالفرينه. لهنا نعاود نطوي الكيس. لهنا ديما نضمو رواحكم في الخدمه ونبدا نحل بالحله. نحلها كيما راني متعوده نحلو، يصاب لي ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين.
اللي احنا نحتاجو هادو الطوابع. راح نحتاج هذا الطابع اللي على شكل ورقة، نزيد نجيب هذا الطابع نطبع كامل العجينة، ونحتاج هذا الطابع وهذا الطابع اللي على شكل مربع. حاولوا انكم تستغلوا العجينة كي تحلوها. لهنا هذا المربع نجيبوا هذا الطابع اللي على شكل وردة ونطبع في الوسط ونحطهم كامل في الكلا. النوع الاول راهو طاب، شوفوا الشكل تاعو، لازم تخلوه بالطريقة هذه، ما تحمروش بزاف. لهنا نحتاجوا معجون نحكم ندير مع الاطراف. لهنا المعجون راني ما ضفت له ولا اي اضافه، واستعملت معجون المشمش ندهنها كامل. نحكم نغمضها هنا في الكاوكاو. الكاوكاو راهو محمص وريحته خشين، ما حبيتش نرحيه رقيق، وتقدروا تستعملوا حتى نواد كوكو اللي يحب يستعمل، حتى مشكل. لهنا نحط مليح الكاوكاو كميه مليحه، كي يعود ملحي خشين راح يعطي منظر للحبه، وانتم لكم الاختيار. نزيد ندهن الحبه الثانيه، راهي مكونات اقتصاديه، والعجينه هذه خرج لنا قدام من النواكب، لاحظتوا معايا قبيلاتي. نزيد نغمضها في الكوكب، نتاكد مليح راهي تغمضت، ونحط الحبه. لهنا في الوسط راح نمد لكم عده افكار، تحبوا تستعملوا المعجون كما راح نستعمل انا، داكش حبيتو اقتصادي، وتقدروا تستعملوا الطوفيا كراميل ولا حتى الشوكولا للطلي، وتحكموا ديروها في البوش وتخرجوها على شكل رزازه. شوفوا الشكل تاعها، تجي بزاف خفيفه من داخل وهشه. لهنا التزيين راهو يبقى ديما مساله اختياريه، واش كاين عندكم في المنزل، المهم ديروا الوصفه وتنجحوا فيها. نكمل نزينهم كامل وننتقلوا للنوع الثاني في طريقه التزيين تاعو. النوع الثاني تاع القنيتلات شوفوا كيفاه طابو، ما تحرقوهمش. لهنا الحشوه راح ندير كميه من طوفيا كراميل. لهنا كي تكون عندكم كميه كبيره ديروا نسلي كراميل ولا طوفيا كراميل، مع شويه من المكسرات كما الكاوكاو يكون مرحي. لهنا الطريقه راح ندير طريقه بسيطه جدا في التزيين وما تعبكمش. انا ديما نحب الوصفات تاعي تكون اقتصاديه وسهله التحضير، خاصه للمبتدئات اللي يخافوا من الحلويات. قلت نجرب وما تصلح ليش، بإذن الله هذه الوصفة راح تنجح لكم وتدعوا لي. لهنا عندي تشكيلة من المكسرات، لوز كاجو وجوز وسوري. لهنا نجيبو بينسو يكون صغير، نحكم ندير بالطريقة هذه، نلمحها المكسرات ونحطها عذرا ونحطها في الحبة. لهنا المكسرات اختاروا النوعية اللي عندكم. لهنا هذا الغلوكوز راح يعطيها لون وفي نفس الوقت يجي الشكل تاعها مليح. كيف جا المنظر تاعها مليح. نزيد حبة أخرى معكم، ندهنوا بالفرشات ونحطوا المكسرات اللي عندكم. لهنا أنا اخترت هذوما النوعية، تجي بزاف الديكور تاعها هايل، خاصة كي تعود عندنا مناسبة ولا حتى في الأعياد ولا في السهرات الرمضانية. طريقة سهلة راح يعطيها لمعة، نحاول نسويهم مليح ونكمل كامل الحبات بنفس الطريقة. لهنا النوع الثالث، لهنا هذوما المربعات اللي درناهم راهم طابو. نجيبوا نصف الحبة، لهنا عندي نفس المعجون اللي خدمت به قبيلاتي، ندهن غير نصف الحبة ما ندهنش الحبة كامل. هذه الطريقة. ونجيبوا الكاوكاو، لهنا كاوكاو محمص ومرحي رقيق بزاف، باش يعطيك منظر للحبة، ما ديروش الخشين كما في الوصفة الأولى. بالطريقة هذه نزيد حبة أخرى معكم. لهنا هذه الوصفة صابلي خفيف، تقدروا تشربوا به القهوة تاعكم ولا حتى كي يجوكم ضيف. نكمل كامل الحبات بنفس الطريقة. هذا الجزء اللي يقعد نجيبوا ورقة بيضاء نقسمه هكذا في هذه الصفاية، حطيت السكر ناعم. لهنا شوفوا الحدود تكون فينيسيون تاع الحبة مسقمة، نفس الشيء الباقي الحبات. لهنا ديما التزيين انا نقول يبقى مسألة اختيارية، تقدروا تغمضوها كامل بالكاوكاو. هل لهنا حبيت ديكور للحبة، ونكمل كامل الحبات بنفس الطريقة. لهنا هذوما الحبات نجيبوا المعجون، ولا تقدروا تستعملوا حتى الطوفيا كراميل، لكم الاختيار، ونلصقوا الحبات تاعنا. لهنا راح الديكور، مانيش راح ندير ديكور على الجوانب، ديروا كميه مليحه باش يلصق لنا، وتقدروا تعطروها باي عطر انتم تحبوه، تقدروا تستعملوا حتى الفراوله. انا حبيت اليوم نديرها بالمعجون تاع المشمش. لهنا ديما الاذواق راهي تختلف من شخص لاخر، المهم نعطيكم لاستيس تاعهم تاع نجاح الوصفه، وانتم غيروا الوصفه كما تشاءوا. هذا النوع الثالث راهو صار جاهز عنا. كلمسة أخيرة في الوسط نحط المعجون اللي استعملته قبيلتي لصقت به، معجون المشمش في الوسط تاع الحبة. فيما يخص النوع هذا راهو طاب، شوفوا الشكل تاع الحبة. لهنا عندي شوكولا للطلي، لأن غير حبيت نبدل في الأذواق، ما نقعدوش ديما بالمعجون. هي راهي عجينة واحدة وخرجنا منها عدة أشكال. نضغط مليح على الحبة، لهنا نلصقهم كامل بالشوكولا للطلي، ديروا كمية ونعاودو ونغلقو. لهنا هذه الوصفات كامل راهم ناجحين، وتقدروا ديروها في المناسبات تاعكم.
في هذا الصحن ذوب شوكولا بيضاء لحمام مائي، ما ضفت لها ولا اي اضافة. نحن نغلفوا كامل الحبة بالشوكولا، نحكمو نديرو خطوط من الشوكولا بالحليب، ونحكمو نديرو هذا الشكل اللي كامل نعرفوه تاع الميفي. نزيد حبة اخرى معاكم، نحكمو نديرو الشوكولا البيضاء فوق من الحبة، نغلفوها كامل داير ساير. نحن معلومة للمبتدئات، الشوكولا البيضاء نحكموش نديرو لها الاضافات كيما الزيت، لازم نتأكد انها كامل تغلفت. نحي الزوائد ونحكم ندير الخطوط من الشوكولا بالحليب، حطيتها في هذه الاداة، ونحكم نديرو بالكوردون هذه الخطوط. نكمل كامل الحبات بنفس الطريقة. فيما يخص التزيين تاع الشكل الخامس، لهنا عندي هذه قطعة تاع الشوكولا، لازم تكون شوكولا داكنة، نحطها مع الشوكولا البيضة ونحرك، راح يتغير اللون، تحبوه فاتح ولا داكن لكم الاختيار. نحكم نحرك مليح، شوفوا كيف لهنا راهي قاعدة تذوب، وهذا هو اللون اللي تحصلوا عليه. هذا الشكل اللي على شكل مستطيلات لصقته بالمعجون. لهنا نجيبوا هذيك الشوكولا البيضاء اللي لوناها قطعة شوكولا سوداء داكنة، وندير على جنب نصف الحبة بركة، نعاود نغلفها مليح بالطريقة هذه. نحي الحبة من الزوائد ونحط، نزيد حبة أخرى معاكم، نديروا نصف الحبة بركة. لهنا اللون هذا اللي تحصلوا عليه راه مزيج ما بين الشوكولا البيضاء والشوكولا الداكنة، بصح نديروا كمية قليلة بركة. شوفوا الكمية اللي استعملتها أنا، شوفوا كيف لونتني. وتقدروا تستعملوا حتى اي شوكولا بيضاء وتلونوها بالملونات اللي هي تتباع في الاسواق. نكمل كامل الحبات بنفس الطريقه. لهنا قبل ما تجمد الشوكولا جبت هذه الكوفريت، راهي متوفره في الاسواق، حكمت قطعتها السكين ولصقوهم على الشوكولا. لهنا شوفوا الطريقه سهله وبسيطه، مهم ديكور خفيف. نكمل نخلي الشوكولا تجمد ونرجع نكملوا باقي التزيين تاعها. لهنا نجيبوا المعجون، ولا تقدروا تستعملوا حتى الشوكولا البيضاء اللي استعملتها قبيلاتي. ندير بالبينسو على الجوانب شكون الحبه الفينيسا تاعها مسقمه، ونحكم نغمضها بالكاوكاو يكون محمص ومرحي رقيق بزاف. شوفوا شكل الحبه كيفاه يكون. لهنا الشوكولا راهي بردت، شوفوا اللون قدواجه هايل. لهنا هذا النصف نجيبوا المعجون، ندهن كامل الاطراف بالمعجون. لهنا الطريقه سهله وبسيطه وبنكهات مختلفه، ما يبانوش مخدومين نفس العجينه. لهنا نجيبوا الجنجلان ونحاولوا نرمدوا هذاك النصف اللي قاعد لنا. هذه الجنجلان راهي محمصه، وشوفوا الشكل تاعها كيفاه تحصلنا عليه. نزيد معكم حبه واحده اخرى، ندهن هذا الجزء مليح بالبينسو وبالمعجون باش البنكه تلصق لنا الجنجلان، ونرمدها طول في الجنجلان حتى تلصق بكل سهوله. وهذا هو الشكل. نكمل كامل الحبات بنفس الطريقه. فيما يخص هذا النوع، حكمت لصقته بالطوفيا كراميل. في هذا الصحن ذوب شوكولا داكنة، ولا تحبوا حتى بالحليب، نضيفوا لها كمية من الكاوكاو يكون مهرس ولا ملحي خشين. لهنا راهو مخصوص، نضيف الكمية، حرك مليح. لهنا راح تعطينا ضوء هايل في نفس الوقت شكل. ونبداو نحطو فوق من الحبة هذاك الخليط اللي درنيناه ما بين الشوكولا والكاوكاو. نحاول نغلفها مليح ونحكم ننفضها من هذه الزوائد. لا صراحة نحب نستعمل هذه الأداة تاع السيليكون خير من ديريه فوق من لاكري، باكا تلصق لك الحبة وتحصلي فيها. نكملهم كامل بنفس الطريقة. كلمسة أخيرة، على الأول درت الكاوكاو هذاك اللي يجي لونه وردي، ما عجبنيش، غيرت قلت نستعمل الورد المجفف ونحطها بهذه الطريقة، وحطوها مادام مازالت ما نشفتش الشوكولا باه تلصق لكم. تقدروا تستعملوا حتى الورد الأحمر في هذه الوصفة. دركا نخليها تنشف ونرجع نشوفوا كامل الأشكال اللي درناهم في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي الحلوة اللي درتها لكم نهار اليوم. بعجينة واحدة خرجنا 6 انواع من الحلويات، وخدمتها غير بالزيت وخدمتهاش بالزبدة، وكل النوع بذوق مختلف. كما هذا راح تكون ذوق المعجون والكاوكاو. لهنا الطوفيا كراميل والمكسرات، هذه حشيتها بالشوكولا السوداء، هذه كي نحلوها نلقاو الكراميل محلول في الوسط، هذه جنجلان، وهذا صابلي خفيف. وان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع نهار اليوم، وتبارطاجيوها عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باه يوصلكم جديدي. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.